ما معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة تركها الناس، سنة من سنن الرسول تركها الناس وجهلوها فجاء هو وأحياها، هذا سن سنة حسنة وهي العمل وهي إحياء السنة، سن للناس إحياء السنة التي تركوها. وأما من سن سنة سيئة هذا البدعة، البدعة قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.